كثيرون يجاهدون وجهدتهم ما بيجيبش نتيجة لأنهم لم يدخلوا الله في حياتهم. الكنيسة علمتنا إن إحنا لا نعتمد على ذراعنا البشري، وإنما نطلب ربنا في كل حاجة. كتير من الناس يتعهدوا أمام الله تعهدات أو يندروا: أتعهد أمامك يا رب إني لا أعمل كذا ولا أعمل كذا، وبعدين يعمل كل الحاجات دي لأنه فاكر إن بقوته هيقدر. هو يريد بدل ما يتعهد ويقول أتعهد أمامك يا رب إني نعمل كذا وكذا، يقول أعطيني يا رب القوة إن أنا أعمل كذا وكذا، امنحني يا رب من عندك نعمة إن أنا أعمل دي ودي. ولذلك السيد المسيح بيقول: إلى الآن لم تطلبوا شيئا باسم، اطلبوا تأخذوا فيكون فرحكم كاملا. فأنت اطلب. كل ما تطلب طلب وربنا يستجيبه تشكر عليه، لأن واحد من القديسين قال: لا توجد عطية بلا زيادة إلا التي بلا شكر. ياما إحنا بنطلب طلبات وربنا يستجيبها وننسى إن إحنا نشكره. بينما صلاتنا بالأجبية ترينا أهمية الشكر كعنصر من عناصر الصلاة عندنا، مش بس صلاة الشكر اللي نبدأ بيها، وإنما في كل وقت نشكر. يعني باكر نقول له: نشكرك يا رب لأنك أجزتنا هذا الليل بسلام وأتيت بنا إلى مبدأ النهار. وفي الساعة الثالثة نقول له: نشكرك يا رب لأنك أقمتنا للصلاة في هذه الساعة المقدسة التي فيها أفضت نعمة روحك القدوس على تلاميذك خواصك القديسين. لاحظوا كلمة أقمتنا للصلاة، يعني مش واحد بيصلي وبيفتكر إنه عمل جميل في ربنا وبيصلي، ده بيقول له: أنت يا رب أنت اللي أقمتنا للصلاة، ونشكرك لأنك اديتنا الفرصة إن احنا نعرف نصلي. وفي الساعة السادسة يا ملكنا نشكرك، يا ملكنا ضابط الكل، لأنك جعلت أوقات آلام ابنك الوحيد أوقات عزاء وصلاح كله. وفي الغروب نقول له: نشكرك لأنك منحتنا أن نعبر هذا اليوم بسلام وأتيت بنا إلى المساء شاكرين. ياريت تدخلوا عنصر الشكر كعنصر دائم في صلواتكم. اجلس بينك وبين نفسك وشوف ايه كل اللي عمله ربنا معاك واشكر عليه. داود كان بيعمل كده، بيقول: باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته اللي عمل معاك كذا وكذا وكذا وكذا. كم هي يعني نعم ربنا عليك ومساعدة ربنا ليك في حاجات كتيرة ليك ولأحبائك وأصدقائك وعيلتك، وإنت لا شكرت ولا عملت، ومع ذلك بتطلب جديد دون أن تشكر على القديم.